هذه القصائد إلى الرجل الذي أحاطني بجناح شهامته وفروسيته، إلى زوجي ومعلمي وصديق العمر الجميل عبد الله المبارك. تمنيات استثنائية لرجل استثنائي. عام سعيد، عام سعيد، عام سعيد، عام سعيد. إني أفضل أن نقول لبعضنا حب سعيد. ما أضيق الكلمات حين نقولها كالآخرين. أنا لا أريد أن تكون عواطفي منقولة عن أمنيات الآخرين. أنا أرفض الحب المعبأ في بطاقات البريد. إني أحبك في بدايات السنة، وأنا أحبك في نهايات السنة، فالحب أكبر من جميع الأزمنة، والحب أرحب من جميع الأمكنة، ولذا أفضل أن نقول لبعضنا حب سعيد، حب سعيد، حب يثور على الطقوس المسرحية في الكلام، حب يثور على الأصول، على الجذور، على النظام، حب يحاول أن يغير كل شيء في قواميس الغرام. ماذا أريد إذا أتى العام الجديد؟ أريدك أنت وحدك أيها المربوط في حبل الوريد. ماذا أريد إذا أتى العام الجديد؟ كم أنت طفل في سؤالك. ماذا أريد إذا أتى العام الجديد؟ كم أنت طفل في سؤالك. كيف تجهل يا حبيبي ما أريد؟ إني أريدك أنت وحدك أيها المربوط في حبل الوريد. كل الهدايا لا تثير أنوثتي، لا العطر يدهشني ولا الأزهار تدهشني ولا الأثواب تدهشني ولا القمر البعيد. ماذا سأفعل بالعقود؟ ماذا سأفعل بالجواهر؟ ماذا سأفعل بالعقود وبالأساور؟ يا أيها الرجل المسافر في دمي، يا أيها الرجل المسافر، ماذا سأفعل في كنوز الأرض يا كنزي الوحيد؟ يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، يا من يغير في أصابعه حياتي، يا من يؤلفني ويخرجني ويكسرني ويجمعني ويشعل ثورتي وتحولاتي. أجراس نصف الليل رائعة، وهذا الثلج موسيقا تكلمنا، وأنا أصلي كي تظل تحبني فاقبل صلاتي. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، يا من يغير في أصابعه حياتي، يا من يؤلفني ويخرجني ويكسرني ويجمعني ويشعل ثورتي وتحولاتي. أجراس نصف الليل رائعة، وهذا الثلج موسيقى تكلمنا، وأنا أصلي كي تظل تحبني فاسمع فاقبل صلاتي.